رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم مجموعه مثقفين هيصاحبوني بالتبادل في مجموعه حلقات، يناقشوني زي ما قلت لكم برضو الديفل ادفوكيت، محامي الشيطان مجازا يعني، واسئله قلقه عن الاسلام كله وعن المنهج الاصلاحي نفسه وعن حاجات كتير براحتهم، هم يحملوا اسئلتهم انا ما اعرفهاش. ومعانا طبعا مجموعه منتقاه في كل حلقه، زي ما قلت لكم الجمهور مش اي جمهور، ضالع في العمليات التنويريه، له كتاباته الخاصه على التواصل الاجتماعي الشبكات، في ناس منهم مدونين وباحثين وبيصدروا كتب وبيكتبوا في اصدارات ثقافيه، فهيبقى في جدل ساخن في هيصاحبنا في رمضان كله. واول مجموعه حلقات هيصاحبنا كاتب وباحث مصري وله كتابات مهمه جدا في مجال الاصلاح، ومترجم ورئيس تحرير احد البرامج الثقافيه الحاليه على الشاشات العربيه، وله اسهامات كثيره يعني الحقيقه ومتعدد المواهب، استاذ ادم مكيوي. ادم ازيك؟ اهلا بيك صديقي العزيز. نورتنا. ادم عشره قديمه يعني يا جماعه، وانا سعيد ان انا يعني في معيتك وفي حضرتك. شكرا. لان انا واسلام يمكن عملنا سويا بس انا كنت ورا الكاميرا وهو قدام. صحيح. الكاميرا يعني في اول اطلاله تلفزيونيه ليك. صحيح. يعني وانا عجبني ان انت اتكلمت في ما قبل الفاصل عن القلق، لان طبيعي هو يعني كان دايما في القرن 19 معظم الكتاب الفرنسويين الشعراء وزي بودلير كانوا يستعملوا تعبير القلق. صح. الانسان قلق مضطرب دائما حائر يعني، او بالتعبير الكلاسيكي حائر بين العلم والخرافه. صحيح. فالانسان حائر ودائما عنده تساؤلات، في حاله تساؤل، والانسان بيتساءل. وحتى يعني كان في فيلسوف فرنساوي مشهور اسمه مونتاني. طب. يمكن هو حاطط مبادئ الشك، حتى هو كان معاصر لديكارت بس سبقه شويه، فكان بيقول لك انا على طول النهارده بقى في ليا تمثل، بكره هيبقى ليا تمثل مختلف تاني. فالانسان على طول في حاله بحث. انا من وجهه نظري الانسان اللي ارتكن الى حقيقه مطلقه مؤكده نهائيه هو بيريح نفسه، بس في النهاية يعني في النهاية هو مش هيبحث، مش هيبتكر. صح. مش هيجدد طول ما هو جامد في مكانه. وانا انا بشوفك يعني ربما في كثيرين من كافة المعسكرات يعني بتتماهى معاك، بتهاجمك، فانت بتصير حالة من الجدل. حالة الجدل دي لن تصار الا لو انت باستمرار، مش هنقول بتراجع افكارك مراجعه نهائيه، ولكن قد تكتشف في رحله بحثك اشياء جديده. 100%. يعني احنا اتكلمنا، انا فاكر ان احنا انت كان مشروعك الفكري الاول قائم على نقد فكره مناقشه متن الاحاديث وعلوم الاحاديث. صحيح. وتفعيل قواعد المتن دي والعلوم بقى المنبثقه من اللي بيعتمد عليها ما يسمى باهل الحديث. ثم كلمتني عن مشروع ضخم انت بتحضر له عن القران. صح. وعن ازاي نقرا القران ونأوله، نقرا لان القران في النهايه نص. صحيح. نص مكتوب بلغه عربيه نزلت في وقت ما، بس نص عابر، نص عابر للمرحله للزمن. الزمنيه اللي نزل. صحيح. فيها عابر، عابر بالمؤمنين بيه، وعابر ايضا بقراءاته في سياقات مختلفه. صحيح. يعني لو نص زي فكره اللي احنا اتكلمنا عليها، فكره القلق. يعني هو انا من وجهه نظري يمكن تعبير نص القلق، النص القلق هو النص اللي على طول بيخضع للقراءات، بيخضع. صح. للتاويل، وعمره ما هيبقى فيه له قراءه نهائيه. صحيح. يعني عمره ما هيبقى فيه له قراءه زي نهائية. ما قال علي بن ابي طالب انه حمل اوجه. بالظبط. فانا بحمل ليك العديد من التساؤلات يعني الخاصه بالقران والخاصه بالحديث، خاصه بالفكر الاسلامي بتمثلاته المختلفه بتطوره والتاريخ الاسلامي. اظن يعني في ناس كتير بيقولوا ان الاسلام البحيري دائما ما بيتكلمش قوي في التاريخ لانه ليس مؤرخا، هو اكثر من هو. لا هقول لك ليه، هو شارح ومؤول. هقول لك ليه بتخطاه. طيب تعال قبل ما نناقش ليه انت دايما يعني يعني مثلا عاده كل من يتصدى للاصلاح الديني دايما بيبدا بالبحث عن تاريخيه الاسلام، كيف يعني اللحظه الاولى، اللحظه التي نزل فيها القران وفتره مكه والمدينه صاحبتها احداث تاريخيه كتير جدا. صح. وكان في شبه دوله اسلاميه اقيمت، وكان في فتوحات، وكان في غزوات، وكان في صراع سلطوي، وكان في ما سمي بالفتنه الكبرى والعصر الاموي والى اخر كل هذا الاحداث، سريان الاحداث اللي هي سرديه تاريخيه بتنظر لها من كذا زاويه. ولكن تعال نقول ليه اسلام بحيري، ده سؤال قد يتبادر او يقفز لذهن اي واحد، ليه اسلام بحيري ما وضعش فكره الاصلاحي في كتاب؟
لان انت بتقول يعني شذرات، انت بتظهر في عده قنوات، منها القناه اللي احنا بنظهر فيها، بتظهر في قناه اخرى، بتظهر في احيانا في ندوات، بتظهر كضيف، وانت كضيف بتطرح افكار قد لا تطرحها احيانا وانت مذيع. صحيح. لماذا لم تضع نهجك اللي هو انت درسته، يعني اظن ان هو طرائق التعامل مع التراث او صح، كيفيه التعامل مع النصوص النصوص التراثية. التراثيه، ازاي تقراها، ازاي صحيح. نأولها، وده علم. علم في ناس زي جادمر مثلا اللي هو اتكلم ازاي التأويل والدال والمدلول، يعني مش صحيح. بدون ما نغرق في تفاصيل أكاديمية. تفاصيل التأويل، بس التأويل ببساطة كده، يعني بفهم البسيط، فهمي أنا البسيط هو أن النص الواحد لو قرأ عشر أفراد مختلفة هيحصل له كل واحد هيقرأ بشكل ده صح. مختلف طبقا لثقافته ولغته وخلفيته. لماذا لم يضع إسلام بحيري منهجه في كتاب أستطيع أنا أو غيري من الناس أرجع له في أي وقت، بدل ما توه في نثرات ومقتطفات إسلام هنا طيب وهناك يمينا هقول لك انا ويسارا؟ حاجه. واحد، انه اكيد انت عارف برضو، بس انا ده للناس يعني، والناس كتير عارفه، انا قعدت اكتب قبل الظهور في الميديا. انا ظهرت اول ما ظهرت 2012، ثم 2013 البرنامج، قعدت اكتب قبلها ب 12 سنه، من 2001 وانا بكتب. مش بكتب كتابه صحفيه، بكتب كتابه اكاديميه. يعني اقل بحث انا نشرته كان 3500 كلمه. انت عارف الماجستير كله 6000 كلمه. فانا نشرت كتب مش كتاب. لكن وكانوا في باب ثابت في اليوم جريد، السابع ايوه، اسمه الاسلام الاخر، ذا اذر اسلام، وكان بيترجم بره مصر. تجميعهم في كتاب او اخذ اشياء منهم وجعله، او تفتيح يعني اصول الاكاديميه عشان يبقى كتاب لمنهج كامل، ده سهل جدا بالنسبه لي. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا عصر كتابه كله كان بيأثر فيما اظن ساعتها انه كان تاثير كبير، وتاثير الانترنت والانتر اكتف وتدخل ترد ولا. وبعدين اتفاجئنا في 2011 او 12 انه ما بيأثرش حاجه خالص خالص خالص. ودي احد اهم نقاط هزيمه المتنورين على مر العصور. الكتب مهمه زي تاريخ لما نريد ان نكون او نقوله يعني او نقوله، وتاريخ لوجود المنهج نفسه. انما عند الناس ده اتهزم تماما. طب خليني اوقفك بقى كده بطريقه حاضر المحاورين حاضر من الرجل. اولها. طيب واقول لك، يعني انا معاك ان طبعا برنامج ربما بألف كتاب بالمية، مية في في المية. التاثير وفي التفاعل مع المتلقي، ولكن انا بتكلم في الكتاب اللي هو بيرجع بقى يؤصل لما تقوله. ما هو ده اللي الكتاب عايز اقول فيه لك بقى عليه. فهرس، ما هو النص التاني من الاجابه. البرنامج ما فيهوش فهرس. هقول لك انا انا عايز ارجع للنقطه اللي متابع الفلانيه برامجي، استوثق. والحمد لله هم ناس كتير، تمام هتلاقي ان انا بمشي في البرنامج بطرق الكتاب. انا مش بعمل شذرات، انا بمشي بسلسال لدرجه اللي بيفلت منه بعض الحلقات ممكن ما يكملش معايا، لاني بعمله بشكل اكاديمي للغايه. ما بسيبش حاجه كبيره او صغيره بتتشرح باصولها الاكاديميه، بوجهه نظري اللي انا بحطها، اللي هي المفترض انها مش موجوده في كتب يعني، فكري يعني، نظريتي في المساله، وبترتيب اكاديمي معقد للغايه. لدرجه مثلا خريطه واحد اللي انا عملته من سنتين ده، انا شرحت علم الحديث كله من زيرو لنهايته بالمعنى الحرفي يعني. البوصله طول السنه انا بفكك امور صعبه جدا وبحط مكانها ريبليس. فانا وجهه نظري ان كل تعبي على الاقل في المرحله دي، انا بقول المرحله دي عشان النجاح ده كويس مع الناس، وان الناس تبقى تتلقى المساله زي ما انت شايف دلوقتي الاثر الذي لا تخطئه العين، انه على الاقل بقت النقاش دايره بين الناس، مش شرط يبقوا عباقره يعني. حقيقي انه انا بركز في البرنامج، انا بتعب وبهلك في اعداده وكتابته وكل اللي انا بقوله على الهوا بشيء معقد جدا، عشان ده السنين دي هي اللي هتعمل الاثر ده. ثم في مرحله ما سهل جدا اجمع القديم او اكتب حتى جديد فيبقى كتاب. طب تعالى ده انا رد. عايز ارجع لنقطه ما، يعني انت مثلا عملت حلقات عن المعتزله وعن صحيح. الخمس رمضان اللي فات. وعن الخمس نتائج اللي وصلوا لها في فكرهم والنقاشات الكبرى الى اخره يعني. طب انا عايز ارجع لنقطه معينه استوثق منها. الكتاب حتى في محركات البحث، حتى لو انت وضعت الكتاب بي دي صحيح. اف او وضعته على كندل او ايا من اساليب قراءه الكتاب، ممكن اروح للنقطه الفلانيه على صحيح. طول، ربما اعجز في البرنامج على ان انا اصل او عايز هو مش استوثق. قوي هتعجز، بس العناوين باينه، انما كلامك برضو صح، هو يظل الكتاب هو الكتاب. بس اقصد انا انه مش بتكلم مرحله في التعب، انا مديح فاهم الكتاب بشكله الكلاسيكي انا فاهم. التقليدي، انا بتكلم في مديح الراجل المتلقي او الباحث او القارئ المتمعن او القارئ المتعجل. كان في حتى راجل فرنساوي مشهور اسمه ريفاتير بيقول لك في القارئ المتعجل اللي هو البريفريك السطح،
صح. عايز يقرا او عايز يصل الى نقطه معينه في الكتاب ثم يقفز لكتاب آخر. فانا عايز اتكلم مثلا اشوف اسلام بحيري كتب ايه عن مثلا الكبيره، مرتكب الكبيره، الجدل المعتزلي الشهير ده، والمكان ما بين الكفر في منزله بين المنزلتين. عايز اروح للنقطه دي. فقد لماذا لا يوجد يعني، هل البرنامج فيه فهرس يخليني انا كشخص متابع الاسلام البحيري متفق معاه او مختلف معاه في اجزاء اذهب الى راي اسلام البحيري في مخرجات بالدرجه دي؟ لا، بس يقدر يوصل لعناوين عندي، مش عناوين فنيه كده اللي هي بخليهم يعني اصدقائنا في الصفحات يعني يكون عناوينهم دقيقه للغايه وعلميه جدا. مش بيهمني قوي فكره البحث عن كلمه ايه والطريقه اللي بتعمل في السوشيال. يمكن انا غلط، بس ده انا بعمله عشان اللي انت بتقوله ده شبه اللي انت بتقوله. اتنين، انا موافقك انه المجهود بتاع الكتاب، بس ده انا شايفه في مرحله لاحقه، لان انا في البرنامج اللي هو طول السنه غير برامج رمضان دي حقيقي والله العظيم بخلص يعني. فالى ان اهم حاجه انه ده يوصل للناس بشكل ما يعني. حد موافقني في الحكايه دي؟ عايزين كتب ولا افضل اللي بعمل اللي بعمله ده؟ انا اسلام مصطفى، باحث وكاتب في التراث الاسلامي. خريطة واحد من خلاله عرفت علم الحديث، وكان مدخلي ان انا اقرا كل كتب المصطلح بسهوله جدا. قبل برنامج خريطة واحد ما كنتش هقدر اتمعن وابحر في كتب علم المصطلح الحديث اصلا. لا بالعكس، البرنامج فادني جدا، ولغايه دلوقتي ده اساس ان انا بقيت عليه دلوقتي. تمام. خلي بالك، عايز اقول لك بس حاجه. اسلام زي ما انا قلت في التعريف الاولاني للبرنامج ان الجمهور مش اي جمهور، يعني جمهور منتقي. اسلام باحث وكاتب وعنده كتاب دلوقتي في طريقه النشر في مساله الحجاب بالمناسبه. المشكله الحقيقيه كانت، مش قصدي ان هو الخريطه واحد احسن حاجه، بس قصدي على الاقل فتح الباب. هو ممكن بعد كده يكون بعت افكار او خد راي في حاجات متطوره جدا هو فهمها لوحده، علم الحديث، بس هو عملوه علم كيميائي معقد لدرجه انه انا قررت ان اقول للناس الطبخه بتاعتنا كانه عند السدنه مثلا، فكره هم السدنه زي فكره الكهنه ايام الفراعنه اللي هو بيحتفظوا بقدس اسرار العلم بمغاليقهم ويغلقوا. فده قصدي ان انا ده قصدي، ده ردي قصدي. هو طبيعي، انا ليا تساؤلات قلقه بما انك استعملت مصطلح القلق يعني ومضطربه عن علم الحديث. حاضر، عيوني. هنؤجلها طبعا ما دام احنا لسه يعني. فانا قصدي اقول لك انه زي اسلام وهو باحث، انه بس انه حتى ما دون انه يشتغل باحث ممكن يظل على عمله او واتيفر، انه البرنامج ممكن يبقى اكاديمي ودقيق لدرجه انك كانك سهلت ليك كتب كتير. انت عارف علم الحديث منثور في اكثر من 288 كتاب في الاصول بالضبط، تجمعهم في برنامج 30 حلقه ده كان يعني بعتقد انه معقد للغايه. طب هم الساده اصدقائنا بيقولوا لنا خدت بالي من الوقت خلص. على العموم احنا زي ما انتم شايفين كده بقى، بكره مفيش تقدمه كبيره ومفيش وقت كتير هنضيعه، التيمبو هيكون سريع جدا. وبعدين هندخل بقى في الحاجات الكبيره اللي يحملها الاستاذ ادم من اسئله، يعني اما اسئله اصدقائنا المتفرجين معانا هنا، او هتبقى في مشاركات بالفيديو، او اسئلته هو الشخصيه كرجل من التيار الثقافي المصري بيحمل جدل حول الاسلام او حول المنهج الاصلاحي. كمل بكره، اشوفكم بكره.